نقول هلا ومرحبا بكل اللي متابعينا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج شباب على الهواء. رقم التواصل 24698151 ورسالة نصية 90456 موضوع الحلقة عن فحص ما قبل الزواج. والآن راح ناخذكم إلى وزارة الصحة ونقول مرحبا. مرحبا، حابب امسي عليكم ومسي على ضيوفك الكرام وعلى السادة المستمعين. الله يسعدك. الدكتور مسلم بن سعيد العريمي اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية في المستشفى السلطاني، صحيح كذا؟ نعم. حياك الله دكتور. نحن نتكلم عن فحص ما قبل الزواج، نريد نتعرف من خلالك على واقع فحص ما قبل الزواج هنا في السلطنة. نعم، حقيقة احب اشكر جهودكم الشباب على تغطية المواضيع المهمة وطرح العناوين اللي حقيقة تحتاج إلى انتباه أكثر. بالنسبة للفحص قبل الزواج، طبعا هو يعني تعريفيا هو قيام الأفراد بإجراء فحص مخبري معين لصفة مرضية معروفة أنها تنتقل للأجيال القادمة الناجمة من هذا الزواج. ما يطبق حقيقة في السلطنة أو حتى في دول الخليج المجاورة هو عن أمراض الدم الوراثية فقط، وأمراض الدم الوراثية اللي هي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا ومرض نقص الخميرة. ولماذا هذه الأمراض بالذات؟ لأنها الأمراض الوراثية الأكثر شيوعاً في السلطنة، وطبيعي لما تحب تقرب من مشكلة مرضية لابد تتبع النتائج الإحصائية، فتبدأ بالمرض الأكثر شيوعاً ومن ثم تتفرع إلى ما بعد ذلك. إذا نتكلم عن نسبة انتشار هذه الأمراض، عندكم نسبة واضحة هناك في الوزارة؟ نعم، حقيقة يعني في دراسات أجريت من فترة تحتاج إلى أن يعني تقرأ دراسات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب. يعني على سبيل المثال، خلني أقول على سبيل المثال من ضمن الإحصائيات، يعني نشر رئيس قسم أمراض الدم بكلية الطب والعلوم الصحية الدكتور سلام الكندي، طبعا ممكن تعرفه هناك، يقول بأن 60% من سكان السلطنة يحملون جين من جينات الأمراض الوراثية. أنا أحب أوضح هذه المعلومة اللي هي صحيحة، بس خليني أفصلها أكثر أخي الكريم. يا ريت والله. لك وللسادة المستمعين. يبلغ معدل أولاد الطفل مصاب بأحد أو بإحدى أمراض الدم الوراثية في السلطنة اللي هي الثلاثة اللي ذكرناها ما بين 3.5 إلى 4.7 لكل 1000 ولادة حية. بمعنى أن في كل 1000 ولادة حية هناك 3.5 إلى 4، نقول لنا 5 منهم راح يكونوا مصابين بأحد هذه الأمراض. عالميا دكتور، واحد من بين 25. لا، هذه النسبة أنا تابعت حقيقة بداية البرنامج. الواحد إلى 25%. أيوة. أو إلى 25 هذه تطبق لجميع الأمراض المتنحية. أيوة. الأمراض المتنحية هذه اللي هي يجب أن يكون الأبوين حاملين للجين كي ينتج طفل مصاب، بمعنى أن من كل 4 هناك طفل راح يكون مصاب، وهذه جات نسبة 25%. خلينا نفصل أخي الكريم أصلا. يوجد 10% من العمانيين يحملون جين مرض الأنيميا المنجلية أو ما يعرف بالسيكل سيل أنيميا، بينما 2-3% يحملون الطفرة الجينية المسببة لمرض البيتا ثلاسيميا. احنا عندنا الثلاسيميا نوعين، في بيتا وفي ألفا. البيتا طبعا هي الأكثر يعني خطورة، وهي اللي تحتاج إلى يعني رعاية صحية دائمة ونقل دم متكرر، ويعني يكون في سلسلة طويلة من العلاج. في نوع آخر من الثلاسيميا يسمى الألفا ثلاسيميا، والألفا ثلاسيميا حقيقة هو من الأمراض يعني الأخف والأقل تأثيرا من الناحية المرضية. أيوة. في إحصائية أخيرة وجد أن 45% يحملون طفرة وراثية لنوع الألفا ثلاسيميا، فإذا ضفت 45% للنسب اللي ذكرت سابقا مع النسب المذكورة لمرض نقص الخميرة اللي احنا نسميه المرض الفولي، وهو حقيقة في عمان يكاد يطلق عليه مرض، تجد أنها 60%. هذا هو التفصيل لإحصائية 60%. بس يعني تفضل. نحن نتكلم عن مثل ما ذكرت، يعني 60% هي يعني أمراض مختلفة في النهاية محصلتها 60%، لكن في النهاية نظل أمام مشكلة، أمام عبء على الدولة. صحيح. على الأسرة. صحيح. على المجتمع، في أنه يعني 60% من المجتمع هو مصاب، أو لا نقول مصاب لكنه يحمل أمراض وراثية، وهذا أيضا يكلف الدولة، يكلف الأسرة. فبالتالي إجراء مثل هذه الفحوص، فحوص ما قبل الزواج، قد يكون هو الحل الأيسر. مثل ما ذكر زميلنا هنا عبدالله البلوشي يقول الوقاية خير من العلاج. نعم، هذا كلام صحيح، ووزارة الصحة طبعا قائمة بمجهود يعني حقيقة متميز في مجال الفحص قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية. يعني أعطيت كل الاهتمام من أجل تفعيل هذا الفحص في جميع المستشفيات المرجعية وحتى في المراكز الصحية بالسلطنة، لكن يبقى أن نوضح نقطة معينة. برنامج الفحص قبل الزواج لا يوجد برنامج يعني معتمد مثل بقية البرامج الصحية اللي هي تندرج تحت الرعاية الصحية الأولية. طيب ليش السبب؟ ليش ما في برنامج معتمد؟
هو الخدمة متوفرة في جميع المستشفيات، المراجعين يأتون بشكل تلقائي، ونحن لم نجد أي مشكلة في هذا الشيء. لكن أن يطبق كبرنامج، أنت بحاجة إلى أن توفر مثل هذه الأجهزة لجميع المستشفيات المرجعية ولجميع المراكز. طبعا في الوقت الحالي يجب أن نحصل على إحصائية تساعدنا في اتخاذ مثل هذا القرار مع أنه تحت الدراسة. ففحص قبل الزواج بإذن الله مع الوقت المستقبل راح يطبق في كل مكان، وبرغم من ذلك فهو متوفر وسهل، وجميع من يلجأ إليه يتم إجراء الفحص عليه. طيب كيف أنتم تقوموا، إذا تسمح لي يا دكتور، كيف أنتم تحاولوا توصلوا للمقبلين على الزواج؟ يعني الآن هم ممكن يتزوجوا بدون ما توصلوا إليهم قبل إجراء عملية الفحص، وبالتالي تقع المشكلة. نحن نريد نوصل للراغبين في الزواج قبل لا تتم عملية الزواج، وبالتالي ممكن تقديم النصيحة، هي مسألة تقديم النصيحة إلى الآن. يعني الحكومة لا تلزم المقبلين على الزواج بإجراء هذا الفحص. صحيح. أنا أحييك على هذه النقطة، لأن إحنا هذه اللي إحنا نراهن عليها. إحنا في مجال التوعية، إحنا نحس إن التوعية صحيح إن محتاجة إلى دفعات أكثر وأكثر قوة، وهذا ما نسعى له. مسألة التوعية أن تصل لكل فرد حول أهمية إجراء الفحص، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. القضية في بعض الحالات أحيانا يكون الفحص يعني مش واضح للطبيب اللي أجرى الفحص، وبالتالي بحاجة لأن يأخذ فحص أدق من أجل إعطاء الإرشاد الوراثي المناسب، لأن بناء على هذا الإرشاد الوراثي اللي هو ألخص في كلمتين هو إعطاء النتيجة بشكل واضح للمقبلين على الزواج أو القائمين بالفحص. الإرشاد الوراثي يحتاج إلى أطباء متخصصين وكادر طبي متخصص من أجل إعطاء النتيجة بشكل سليم، لأن ينبني عليها قرارات فيما بعد. صحيح صحيح. اللي حاصل إن بعض الحالات أحياناً تكون النتيجة غير واضحة، فيتم تحويلها للمركز الوطني عندنا للصحة الوراثية لإجراء فحص أدق، اللي هو يشمل إجراء فحص DNA للأمراض الدم الوراثية. طيب انت ذكرت الان هي بحاجه الى خبراء او الى دكاتره مختصين. طيب وش ينقصنا نحن الان هنا في وزاره الصحه؟ هو عمليه الارشاد الوراثي بحاجه الى متخصصين. ما يقوم بحاليا هو ان الارشاد الوراثي جزء من التمرين الذي يتدرب عليها اطباء الاطفال اللي هم قائمين على هذا البرنامج او على هذا الفحص في جميع مستشفيات السلطنه. وزارة الصحة أخي الكريم يعني وجميع المسؤولين فيها وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور أحمد السعيدي قائمين بدعم مباشر ومتواصل من أجل تنمية القدرات المهنية والمعرفية لجميع الكادر الطبي. عملية التعليم المستمر في وزارة الصحة حقيقة عملية مثالية مستمرة ومتنامية، لأن احنا نريد نأهل كادر يقوم بالوظيفة يعني بأفضل شكل ممكن. من ضمن هذه العملية تدريب الأطباء دورات يعني متتالية مبرمجة على مدار السنة لتعيين النتائج الإيجابية لهذه الفحوصات في المناطق. مثل هذه الفحوصات هي تجرى حاليا، وحقيقة النتائج مبشرة، ولكن نظر إلى دراسات الدول المجاورة اللي هم سبقونا في هذا المجال، مسألة إلزامية الفحص قبل الزواج من عدمه، حقيقة أثبتت أن 85% من القائمين في دول الآن هي تجبر المقبلين على الزواج على إجراء هذه الفحوص. صحيح، بس أنا خلني أخبرك على دراسة مؤخرة نجلس في هذا الدول، أن أكثر من 85% من اللي أجروا الفحص قبل الزواج لم يتبعوا نتيجة الفحص. لماذا؟ لأن التوعية لم تكن يعني بشكل مطلوب، ولذلك احنا نراهن على عملية التثقيف والتوعية الصحية في هذا المجال. حتى دكتور تعرف اللي يدق ناقوس الخطر، خلينا نقول ان في احصائيه تقول ان هناك 30,000 عقد زواج في السنه، 30,000 عقد زواج، لكن ما هي الارقام؟ ماذا تقول الارقام؟ كم عدد المقبلين على اجراء هذا الفحص؟ هل عندكم احصائيات؟ هو حقيقه البرنامج مثل ما قلت لك ينحط له اطر في الوقت الحالي من قبل فريق متخصص في الوزاره، راح يندرج تحت الرعاية الصحية الأولية، وهم إن شاء الله راح يعلنوا عن هذه النتائج. لكن خليني أخبرك عن التجارب اللي تحصل معايا أنا في عيادتي. في يعني أحيانا بعض الآباء يأتي بابنته وخطيبته، أو يأتي بابنه وخطيبته من أجل إجراء الفحص. فمثل هذه الرغبة إحنا هذه اللي إحنا راهن عليها، التوعية هذه والمواطن العماني حقيقة يعني اليوم أصبح يعني أكثر وعيا من أي شيء آخر، بالتالي هو يدرك مدى أهمية هذا الفحص. النقطة المهمة جدا هي في تقديم الإرشاد الوراثي المناسب الصحيح، لأن بعض الفحوصات أحيانا يشوبها الغموض، وبالتالي احنا نشجع على أن يتم تسجيل بعض النتائج أو حتى الحالات للاستشاريين من أجل معرفة أو الخبرة اللي هي أكثر اطلاعا لكي تكون النتيجة أكثر وضوحا. البرنامج أنا متفائل بإذن الله بنجاحه،
وإن شاء الله بدعمكم أنتم من جهة الإعلام الحقيقة. بالعكس هو تعرف كيف الموضوع، مثل ما ذكرت الموضوع مهم وبحاجة إلى تكاملية، بحاجة إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات، وزارة الصحة، الإعلام، المجتمع المدني، الأفراد. صحيح. يعني الموضوع مش بهذيك السهولة مثل ما ذكرت أنت، هناك في خلفية اللي هي العادات والتقاليد. البعض يعني يقول لك أنا ليش بنتي تعمل هذا الفحص، نحن ما عندنا أمراض، ليش ولدي والله يصير يعمل هذاك الفحص، ليش يرفضوه بسبب اللي هو فحص الزواج. صحيح. يعني احنا هذه الامور كلها بحاجه الى معالجه، وبالتالي الحل مثل ما نهجت الوزاره، الحل هو في تكثيف عمليه التوعيه. التوعيه والتثقيف لها اساليب عديده، انت عشان توصل الرساله صح للمتلقي يجب ان يكون المتلقي هذا جزء من العمليه، وهذا ما يسمى بالادلت ليرنينج او التعليم للكبار. التعليم الكبار ان لما نروح احنا مثلا نعطي حديث معين او محاضره معينه عن هذا الشيء، يعني احنا نحاول نخرج من الاطار التقليدي انه واحد يجلس ويلقي المحاضره والثاني يستمع. احنا اصبحنا الحين نشكل زي ورش العمل مع الناس، مع الجهه المستهدفه، بحيث يشاركونا في البحث عن وسائل مناسبه لتفعيل عمليه التوعيه. من خلال الاحصائيات اللي ذكرت لك اياها بالدول المجاوره، احنا اكتشفنا ان عمليه التوعيه والتثقيف الصحي المستمر راح هو اللي يجيب نتائج ايجابيه اللي نعمل لها جميعا ان شاء الله. الله يخليك. حقيقه احنا سعيدين دكتور مسلم بهذه الروح وبهذه الشفافيه وبهذا الحديث اللي كان يعني فيه نوع من الانفتاح وفي نوع من الوضوح. يعني تذكرت انه الى الان بعده ما في احصائيات، ما عندكم ارقام على عدد المقبلين على الفحص، لكن لديكم خطه، لديكم عمل، وهذا اللي نتمنى حقيقه. مثل ما ذكرنا العمل محتاج الى جهد كبير، محتاج الى تعاون والى تضافر. كل الشكر لك الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثه الجزيئيه بالمركز الوطني للصحه الوراثيه في المستشفى السلطاني. كل الشكر لك دكتور. اشكرك اخي الكريم، واحنا ايدنا في ايدكم باذن الله مع الاعلام من اجل ان نفعل عمليه التوعيه والتثقيف اللي احنا نراهن عليها. البرامج الصحيه، الرعايه الصحيه الاوليه بالوزاره حازت على مراكز دوليه كبيره. احنا ما راح ننزل ان شاء الله عن هذا المراكز العليا، راح نستمر فيها باذن الله بجهود مسؤولين الوزاره وعلى راسهم. نحن عشمنا فيكم كبير دكتور. نحن ترى على فكره ما راح نخليكم، راح نتبعكم ان شاء الله. انت ذكرت انك يعني راح تقوموا باحصائيات مقبله، وراح يعني هي في النهايه فرصه لنا نستعرض هذه النتائج ونتعرف على واقع فحص ما قبل الزواج. كل الشكر لك الدكتور مسلم بن سعيد العريمي. كل الشكر. يعطيك العافيه.